بعدما لحق الأمل وظهر ملامحه في لحقك ومعانيها. وصور لرحلتك صراع العقول وابدأ وبين بفجأة مكان الضمير فيها ارسم وشوش بالسماح منورة بينك. ويوم ما تزعل أقل كلمة ترجيها أقل كلمة ترجيها. ومع ضيف المنصة الكريم الأستاذ عوض فرقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لنا جميعا. تحية في صالون حفظ الكلمات والشاعر محمد عيوبة. أنا محكم لهم الحقيقة أنا بصلاة العافية يمكن أتعمد إني ما أعملش حاجة عن النوبة بالمعنى الصحيح، لإني عايز أقول رسالة إن المجتمع كله واحد. لكن اللي عملناه النهارده ورسالة بالمجرابي والمجموعة حاجة أسعدتني كتير جدا. ومصر فيها أماكن ومناطق لازم نتحط عليها سبوت كبير عشان نتكب الكنوز. وهقول حاجة عن الموضوع عشان اختصار الكلام. وهقول حاجة عن صدقين. نوبي يا مصر في عشقك أنا مواب. نوبي يا مصر في عشقك أنا مواب. في كتب تاريخك أنا أول كلام اتقال. أنا أول طفل يزهر على أرضك. شاب وقام حافظ على عرضك. من غير مقابل بيقدم الأفضال. لقمان 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 حكمتك فأعظم كتاب اتقال. نوبي وحكمتك ورثت من أجيال. أنا رمز الأمانة. أنا رمز الأمانة تحت السبع سماوات. الخير رسالتي والشر في جنب محال. نفرتاري نفرتاري فرعون وطالب وصار. لأجل النسب والعزوة ورخت البال. والمهر معبد آية في المعمار. الشمس تستأذن قبل دخول الدار. طالب الرضا والحب للقلوب التام. أحمس أحمس طارد الجسوس وجيشهم البطال. من النوبة جيشك سقاهم الأهوال. طول عمرنا يا مصري بدونك من عسكري لمشير نحمي حدودك. حب الوطن بيترجم إلى أفعال. أنا نوبي فرعوني قبطي مسلم الأوصال. أنا حمام غرة على غصن الزيتون مواد. أنا رضعت السلام في المهد. أنا في قلب الشرور اتهد. في الحب في قلب الكار. صباح شلال صباح شلال. هقول حاجة سيئة عشان برضه المدير بيحب ورقة. والله وقتك. هقول أنا ليه لما أوصف فيك بتوب. أنا ليه لما أوصف فيك بتوب. واحتار اختار في الوصف حروب. ورغم إني عاقل مش معتوب. ورغم إني عاقل مش معتوب. بأوصافك عايز زار وتفوف. عشان اكتب على اوصافك حرف يدندن على اوصافك. عشان اكتب على اوصافك حرف يدندن على اوطارك عزم. يرسم بالكلمات تابلوه يجاري المشهد زي مشهود. انا عارف ان المشهد صعب. انا عارف ان المشهد صعب. ولسان مش قادر يرضي العين. محتاج المعنى الوحي الرب علشان في الوصف يقول حرفين. واحنا كلامنا كلام الخلق مهما يكون محروم بالسبب. وخيالنا انطق على شرق وغرب نراضي المعنى ومش عاجبين. معذوره الكلمه في وصف الحسن. معذوره الكلمه في وصف الحسن. محتاجه تدريب ودراسه شهور او حتى مسنده بلغه الجن. أتحدى المعنى وأقول وأصور.
ويكون الحرف على قد الشوف يجاري جمالك مش مكسوف والجدل الداير جوايا يكنك واتحدى بيك بنات الحور. انا عايز بس حروف من نور، انا عايز بس حروف من نور يقول المعنى بكون محظور تخلق كلمة بالتفصيل لما اسعى لقد بدون تأويل محتاج لك معنى لسه بيقول ان زاد او نقص المعنى يقول انا ليه لو اوصف فيك بدور واحتار اختار في الوسط حر. شكرا لشاعرنا الادبيه الاستاذ عمر سليمان.